بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلاص عملنا البروجكت المرة اللي فاتت واتكلمنا، مفيش اي مشكلة وكله تمام، 10 على 10. طبعا الايه الدياجرام ده زي ما شرحنا قبل كده وخلصنا شرح والدنيا تمام، مفيش اي مشكلة، وشرحنا الدياجرام ده ماشي ازاي والدنيا تمام. هنبدأ نشوف ايه اول خطوة المفروض احنا هنعملها. قبل ما ابدا واقول لك ايه اول خطوه هنعملها، حابب اقول لك معلومه المفروض كنت اقولها لك الفيديو اللي فات او اللي قبله، الا وهي لو حد سالني الشات اللي انت عامله ده اللي انت هتعمله، المسج اللي ايه اللي بتروح وتيجي والكلام ده كله، مش المفروض المسج دي بتتخزن، واحد يجي في دماغه بتخزن في داتابيز، واحد يجي في دماغه بتخزن في اي مكان تاني، ايا كان على اي حال احنا حاليا هنخزنها فين؟ هنخزنها في الميموري. لو سيبناها من غير ما نربطها باي حاجه يتخزن فيها، فهي هتتخزن في الميموري بتاعت الايه؟ بتاعت الابلكيشن بتاعك. الميموري هتتخزن فيه من غير اي مشكله وبتبدا تشتغل عادي جدا. فيما بعد ان شاء الله هنشوف طرق ثانيه نقدر نخزن فيها الحاجات ديت، بس فيما بعد خلينا دلوقتي نبدا بالايه؟ بالميموري. تمام؟ تمام، بتخزن في الميموري. عندك مشكله؟ لا ما عنديش مشكله. تمام، عندنا طرق ثانيه عشان تخزن فيها زي الايه؟ قلت لك قبل كده ريد ام كيو. وكان في حاجة تانية إن شاء الله لما يجي وقتها هتكلم عليها بالتفصيل. الممل حلو. دلوقتي أول حاجة أنا المفروض أعملها أعمل إيه؟ المفروض أول حاجة لو أنا بصيت هنا إن أنا أروح على الويب سوكيت عشان أعمل إيه؟ الكونكشن اللي بين الكلاينت والسيرفر أو المبدأ المحادثة، صح؟ حلو. إذا أول حاجة هعملها هو الكونكشن. إحنا اتكلمنا قبل كده قلنا إن عندك كلاينت وسيرفر أهو. لو الكلاينت لو اول يوزر بعت حاجه، انا اول حاجه هروح افتح ايه؟ الكونكشن الاول، وبعدين ابدا بقى ايه؟ ابعت الرساله. فاذا دلوقتي انا لازم افتح الكونكشن الاول. حلو. عشان افتح الكونكشن الموضوع سهل وبسيط جدا. هروح خليني اكريت باكج اسمها كونفيج. باكج هسميها ايه؟ كونفيج. في مشكله؟ مفيش مشكله. اسف، كونفيج. حلو، عملت انتر. جوه الكونفيج ده هبدا اعمل الكونفيجريشن الخاصه بالويب سوكيت. هعمل جافا كلاس هسميها ويب سوكيت كونفيج. حلو حلو اهو، وهعمل ايه؟ حلو قوي. بعد كده اول حاجه هروح اعملها هعمل امبلمنت من ايه؟ طبعا هتعمل امبلمنت من انترفيس. هعمل امبلمنت من انترفيس اسمه ويب سوكيت مسج بروكر كونفيجريشن. اهو ويب سوكيت مسج بروكر كونفيجر. تمام تمام كده انا عملت ايه؟ عملت امبلمنت للانترفيس ده. ليه؟ اول حاجه عشان ابدا احط، طبعا في انوتيشن هتتحط اللي هي اد كونفيجريشن عشان اخلي الفايل ده كانه كونفيجريشن، وهحط ايه؟ هحط انوتيشن ثانيه اسمها اد انيبل. انيبل ايه؟ انيبل ويب سوكيت. اهي انيبل ويب سوكيت. انيبل ويب سوكيت مسج بروكر. حلو حلو. عاوزين نعرف احنا عملنا ايه. كل اللي عملناه دلوقتي ان احنا عملنا كلاس، قصدي عملنا كلاس تمام اسمه ايه؟ اسمه ويب سوكيت كونفيج. عملنا امبلمنتيشن من ايه؟ من انترفيس اسمه ويب سوكيت مسج بروكر كونفيجر. تمام؟ اهو ده ايه؟ ده انترفيس. جواه مجموعة من الفانكشن. دلوقتي هنعرف هنستخدم انهي فانكشن بالظبط، مالناش دعوة. تمام. نيجي بقى الانترفيس ده اعتبره هو السيرفر. تمام؟ اعتبره الكلاس اللي هو هيوصلك بالسيرفر عشان تقدر تفتح الكونكشن. تمام، ده الانترفيس قصدي. حلو. عملت له انيبل ويب سوكيت مسج بروكر. ليه؟ عشان اقدر
اعمل انيبل للسيرفر عشان ابدا اعمل ايه الكونكشن مع الويب سوكت. مش احنا المفروض عندنا هتفتح كونكشن بين الكلاينت والسيرفر؟ ايوه حلو. عشان عن طريق ايه؟ احنا قلنا عن طريق الويب سوكت الدبليو اس اللي هو الويب سوكت. تمام. فانا عملت امبلمنت من الانترفيس ده اللي هو اسمه ويب سوكت مسج بروكر كونفيجر، وحطيت انوتيشن اسمها ات انيبلد ويب سوكت مسج بروكر. ليه؟ عشان دي انوتيشن بتستخدم عشان تقدر تسمح للويب سوكت سيرفر انه يعمل امبلمنت للايه. اما انت عملت امبلمنت من الويب سوكت مسج بروكر وحطيت انيبل عشان تسمح للسيرفر انه يقدر يعمل الكونكشن بين الكلاينت والسيرفر، في مشكله؟ ما فيش اي مشكله. حلو قوي. تمام. هنروح بعد كده للخطوه اللي بعديها. كده انا عملت امبلمنت وعملت انيبل عشان اسمح للسيرفر وابدا اعمل الكونكشن. حلو خلاص، فتحت ايه؟ فتحت الكونكشن. تمام. عاوز اديله الرابط اللي عن طريقه هيفتح الكونكشن. فلو رحت عملت هنا، او خليها تعمل هنا ايه، اعمل الت انسيرت، هتلاقي اوفررايد ولا مش هتلاقي اوفررايد؟ ايوه هتلاقي ايه، اوفررايد ميثود. حلو. هنختار ميثود عشان نقدر نحدد اليو ار ال اللي عن طريقه هتسمح لليوزر انه يعمل ايه، يعمل الكونكشن ويفتح الكونكشن بينك او بين الكلاينت والايه والسيرفر. اسمها ايه؟ اسمها ريجستر ستوم اند بوينتس. اهي اول واحده عملت عليها اوفررايد. اذا هي موجوده فين؟ هي موجوده في الويب سوكت مسج بروكر كونفيجر. هستخدمها عشان من خلالها اقدر احط اليو ار ال بتاعي. هقول له ايه؟ هقول له هستخدم الريجستري اهي دوت اد انت بوينت، وهسميها وليكن كونكت. هسميها كونكت واقول له ايه؟ دوت وذ سوكت جي اس. اللاين ده بيعمل ايه؟ ركز معايا. انت عملت اوفررايد للفانكشن ديت اسمها ريجستر ستومب اند بوينت. اهو قال لك ايه؟ اند بوينت اللي هو الاند بوينت بتاعتك. الاند بوينت بتاعتك اسمها كونكت. فاستخدمت ريجستري اللي هي اوبجكت من الستومب اند بوينت ريجستري عشان اقدر اعمل ريجستر على الايه؟ على السيرفر واعمل الكونكشن بتاعي. فقلت له ريجستر ضيف لي اند بوينت اسمها كونكت ويز سوكت جي اس. كده انا حددت له، قلت له عشان اليوزر يقدر يفتح كونكشن ويبدا يشتغل لازم يعمل الايه، الاند بوينت او اليو ار ال اللي هو ايه، باك سلاش كونكت. طبعا هنا اهو باك سلاش كونكت اللي هي مكان الجي اس اي عشان ابدا ايه اعمل الكونكت بين الكلاينت والسيرفر. حلو قوي. اظن الموضوع لحد اللحظه اللي احنا فيها ما فيهوش اي ايه، ما فيهوش اي مشكله. جميل. لو واحد بقى، لو واحد لاحظ معايا هيقول لي انا لاحظت كلمه ستومب. ايوه مش ستومب دي اللي انت ايه اللي انت شرحتها لي بالظبط. وهتلاقي هنا الاوبجكت برضه هتلاقي فيها ايه كلمه ستومب. طبعا احنا قلنا ان ستومب اختصار لسنجل تكست اورينتد مسجنج بروتوكول، وقلنا انك انت الويب سوكت ما هو الا انه بيفتح لك مجال او بيفتح لك كونكشن بين الكلاينت والسيرفر، لكن ما يقدرش يعمل ديفاين لليوزر من اليوزر اللي باعت وايه الرسائل اللي انبعتت، وما يقدرش يعمل ترانسفير للحاجات ديت. فبترجع تحتاج ايه؟ بترجع تحتاج الستومب عشان تقدر تعمل اكسشينجينج وترانسفير للداتا بتاعتك. في مشكله؟ اظن ما فيش اي مشكله خالص لغايه دلوقتي. حلو قوي. عشان لو جالك سؤال او اتسالت من اي شخص هيقول لك ليه بتستخدم الستومب وانت اصلا شغال، وانت اصلا مستخدم الويب سوكت، ده سؤال ممكن تعرض له. هتقول له لان الويب سوكت ده سيرفر، ده بيمكنني ان انا ايه افتح كونكشن بين الكلاينت والسيرفر عشان اقدر ايه، اقدر بعد كده اعمل ترانسفير للايه للداتا. عشان بعد كده، شايف الكلام؟ عشان بعد كده، مش هو بيعمل كده، لا ده عشان بعد كده. عشان بعد كده عن طريق ايه؟ عن طريق الستومب. لان الفانكشنال بتاعت الويب سوكت ما تقدرش ولا تعمل ديفاين للرولز بتاعه المسج او تعمل ديفاين حتى لليوزر. الويب سوكت اخرها انها تفتح الكونكشن ما بين الكلاينت والايه
والكلاينت والسيرفر ويبداوا ايه يبعتوا لبعض دايما. لكن عشان تبدا تعمل ترانسفير للداتا تقدر وتقدر تعمل ديفاين لليوزر وتشوف اليوزر اللي عندك وتبدا تعمل ماتشز ما بينهم وتهندل الدنيا، لازم الايه، لازم الستوب. في مشكله؟ اظن ما فيش اي ايه، ما فيش اي مشكله لغايه دلوقتي. حلو قوي، جميل. نرجع بقى تاني، نرجع تاني لايه، نرجع تاني للايه، للدياجرام بتاعنا. حلو خلاص، احنا اول يوزر لو هيبدا يخش فهو دخل عمل الكونكشن وتمام، مفيش اي مشكله. فاضل اعمل ايه؟ فاضل بقى احدد الاند بوينت، الاند بوينت الثانيه اللي عن طريقها هعمل ترانسفير للداتا عليها عشان ابدا استلم المسج اللي ايه، اللي جايالي. فاضل الاند بوينت ديت، سواء بقى اليوزر اول مره يخش فهيروح يكونكت الاول ويعمل الشانل وبعدين يروح على التوبيك، التوبيك دي هتكون الاند بوينت بتاعتنا، الاند بوينت بتاعتنا اللي هترزيف، تمام. او سواء بعد كده بعد اول يوزر اللي هو ثاني يوزر وثالث يوزر ورابع يوزر الى ما لا النهايه، اما يخش هنا خلاص الكونكشن مفتوح، هيروح على ايه، على التوبيك على طول، ويروح على ايه، على الريسيف. اذا فاضل احدد ايه، التوبيك دي. حلو، هروح هناك عندي فانكشن ثانيه هعمل لها اوفر رايد اهو، اسمها ايه؟ عندي فانكشن ثانيه هعمل لها اوفرلايد اسمها كونفيجر مسج بروكر. من اسمها كونفيجر مسج بروكر اهو ديت، تمام. فيها مشكله؟ ما فيهاش مشكله. من اسمها انك انت هتكونفيجر المسج بروكر، هستخدم برضو الريجستري. بس خلي بالك هنا الريجستري جايه من الستومب اند بوينت ريجستري، لكن الريجستري هنا جايه من المسج، لان دي خاصه بالسيرفر لكن دي خاصه بالايه، بالمسج. هقول له ريجستري دوت انيبل سمبل بروكر وادي اليو ار ال، هقول له عند اليو ار ال اللي اسمه سلاش توبيك، تمام. استلم ايه، استلم المسج بتاعتي. حلو، ممكن اضيف للابلكيشن ايه، بريفكس، الا وهو هقول له ايه، ريجستري دوت سيت ابلكيشن عندك ايه، ديستنيشن بريفكس، هقول له ليكن هيسميه اي بي بي. معناها ايه البريفكس ديت؟ زي ما اقول لك كده، انك انت لو انت عندك مثلا يو ار ال وليكن، وليكن باك سلاش شات، فانا عاوز ايه، انا عاوز احدد له بريفكس معينه، مش اي حد يخش عليه، يعني مش اي ايه حد يكتب شات يخش عليه وخلاص، لا ده انا عاوز احط بريفكس. فحطيت اي بي بي قبل الشات، احط ايه، احط كلمه اي بي بي، حاجة مميزة يعني زي كده، يعني انك انت بتميز الحاجة بتاعتك، بتسيت الابلكيشن الديستنيشن بتاعك البريفكس بتاعك اي بي بي. فمشكلة؟ ما فيش مشكلة. اذا عشان توصل للتوبيك هتعمل اي بي بي باك سلاش شات، خليت للحاجة بتاعتك بريفكس، حاجة كده زي ما اقول لك يعني بالبلدي خالص، حاجة بتميزها يعني، تمام، عشان بس ايه اوضحها لك بايه بقدر الامكان. حلو، حلو، جميل. اذا اللي احنا خدناه في الفيديو ده، ان احنا اول حاجه عملنا كلاس اسمه ويب سوكت، وعملنا له امبلمنت من ويب سوكت مسج بروكر كونفيجر، وحطينا انوتيشن اسمها انيبل ويب سوكت مسج بروكر عشان اقدر اعمل انيبل للويب سوكت بتاعتي عشان ابدا ايه اعمل كونكشن. حطيت الفانكشن ديت وعملت عليها اوفر رايد، ودي موجوده جوه الويب سوكت مسج بروكر عشان اديله الاند بوينت، عشان لما اجي اعمل كونكت اطلب الاند بوينت ديت اللي هي باك سلاش كونكت. كده انا عملت ايه، عملت كونكت، وكونكت مفتوح، ابدا بقى اعمل ترانسفير للداتا. عملت فانكشن ثانيه عشان ابدا استقبل المسج اللي هتروح وتيجي عن طريق الايه، التوبيك. وعملت بريفكس عشان ايه، اميز الايه اليو ار ال بتاعي، وقلت له ما تخشش على التوبيك غير لما يكتب لك قبلها اي بي بي، دي حاجه بريفكس بتحطها ما فيش اي مشكله، لو عاوز تشيلها شيلها. حلو، حلو، ده كان فيديو النهارده يا جماعه. كنترول سي، هعمل الاول جيت اد وارفعه على جيت هاب، واقول له جيت كوميت، كنترول في واقول له كرييت ويب سوكت كونفيج كوميت اند بوش، بوش ما فيش اي مشكله. لو رحت على جيت هاب كده اهو، هلاقي
عندي اتنين كوميت اهم create web socket config. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه مش مفهومه تواصل معايا، احسب لك لينك الفيسبوك ولينكد ان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.